كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بدعم مصر الكامل لوحدة واستقرار السودان وبحرصها على دعوة جميع الأطراف للحوار من أجل حل الأزمة سلميا. في هذا الإطار أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق باستقبال مصر للأشقاء من السودان. في جنوب حدود مصر تأتي أزمة السودان، ذلك البلد الشقيق صاحب المكانة الخاصة في قلوب كل المصريين، مما دعا مصر منذ بداية الأزمة إلى دعم وحدة واستقرار السودان مع الدعوة إلى الحوار بين جميع الأطراف لحل النزاعات سلميا. وقبل ذلك كله فتحت أبوابها الجنوبية لاستقبال الأشقاء من السودان ضيوفا أعزاء على بلدهم الثاني مصر.